مشاهدينا صباح الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حلقات بث مباشر ومحاوله منا لمتابعه وتحليل اهم الاحداث وكل ما يجري اليوم واهم الاحداث اللي بتفرض نفسها على الساحه السياسيه في الشارع المصري وكافه التطورات على الصعيدين المحلي والدولي وايضا مجموعه من الاخبار على مستوى الصحافه المصريه والعربيه والعالميه بنتوقف معها النهارده من خلال اولى فقراتنا او الفتره الاولى من فترات التغطيه في بث مباشر. شأن كل حلقاتنا السابقة بنحاول نلقي الضوء على أهم متابعات الأحداث السياسية والاقتصادية وكل المتغيرات محليا وعالميا من خلال جولتين مع الصحافة، الأولى بتكون دايما مع الصحافة المصرية والعربية ومنها إلى الصحافة العالمية وأهم ما جاء في الصحف العالمية ووكالات الأنباء المختلفة على مستوى العالم. هنتكلم عن عدد من الموضوعات وهنبدأ شأن دايما كل حلقاتنا من بث مباشر بجولة إخبارية وعدد من الاتصالات والمداخلات الهاتفية للتوقف مع أهم التطورات الموجودة على الصعيد الأمني اللي بيفرض نفسه حاليا على الأحداث وعلى الشارع المصري. التطورات مشكلات طبعا أن في مسيرات ووقفات احتجاجية بتتحول إلى اشتباكات مع الأهالي في مناطق مختلفة سواء في القاهرة سواء في العاصمة أو في بعض المدن والمحافظات الأخرى، مع كل انطلاقة بتحدث و هتافات معادية للدولة أو للقوات المسلحة من بعض المنتمين أو أنصار جماعة الإخوان المسلمين أو مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. التطورات الإصابات الموجودة بين صفوف جنودنا سواء من رجال الجيش أو الشرطة نتيجة لاستمرار محاولات أو القيام بعمليات إرهابية هنا وهناك بتحدث، وطبعا عمليات الغدر دي بتنتج عنها إصابات مختلفة، ونتمنى أن تستمر طبعا قواتنا سواء رجال الجيش أو رجال الشرطة في قدرتهم على ضبط الأمن في الشارع المصري وعلى التصدي لكل محاولات طبعا نشر عمليات أو نشر العمليات العنيفة واللجوء للعنف واستمرار النهج الإرهابي اللي بيتبعه البعض برفع السلاح في مواجهة أجهزة الدولة أو الشرطة أو الجيش. احنا بنأكد مرة تانية ان لما قامت ثورة 25 يناير قلنا وقتها والكل أجمع والنخبة السياسية في مصر أجمعت وكل القوى الحزبية قالت إن دي هتكون مرحلة جديدة فيها مكاشفة وشفافية وعرض لكل وجهات النظر، مرحلة قمع الآراء وقهر الآراء هتكون انتهت في مصر تماما، وكل بيقول إن ده حق مكفول لكل مصري أن يعبر عن وجهة نظره كيفما شاء مؤيدة أو معارضة، تشيد أو تنتقد أي مؤسسة في الدولة وصولا إلى أعلى مسؤول في الدولة وهو رئيس الجمهورية، ولكن بالطرق السلمية بالطرق اللي بتحترم الدولة وتحترم سيادة القانون، ده هيقبله كل مصري وسيرحب به وسيحترمه. أما من يفرض وجهة نظره السياسية من خلال حمل السلاح أو اللجوء للعنف فهيكون مرفوض من الشعب المصري ومن نسيج هذا الوطن اللي بيرفض هذه العمليات الغريبة والدخيلة على مجتمعنا واللي إن شاء الله تنتهي في أسرع وأقرب وقت ممكن. لكن مرة تانية عرض كل وجهات النظر متاح، عرض كل الاختلافات في الرأي متاح للجميع وحق مكفول بحكم أي تعديلات دستورية قادمة أو أي دستور جديد حتى يمكن أن يوضع أو يكتب في مصر، أكيد هيكفل هذا الحق للمصريين لأنه من المكاسب الأصيلة والرئيسية لثورتي يناير ويونيو. أما فكرة العنف والسلاح فهي مرفوضة وليس هناك مكان في هذا الوطن وليس من الفصائل اللي بنتكلم عن حقوقها وعن التوافق معها هذا الفصيل الإرهابي اللي بيلجأ لحمل السلاح وللعنف. لكن المختلفين في الرأي لو هم بيحترموا هذه الدولة بيحترموا اختلافهم مع الآخرين وبيعرفوا ازاي عبروا عن وجهة نظرهم دون تجني او دون تجاوز في حق الاخرين فهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ورأيهم هيكون في خلاف عليه او قبول لهذا الرأي وهيكونوا ضمن اطار الحوارات السياسية. هنبدأ مع حضراتكم متابعتنا الاخبارية والجولة الاولى اللي بنبدأ بيها النهاردة متابعتنا المختلفة. إبطال مفعول قنبلة يدوية تأكيدا للي كنا بنقوله إن لسه العمليات دي مستمرة بشارع أحمد عرابي بالمهندسين. التفاصيل بتقول أبطلت أجهزة الأمن بالجيزة صباح اليوم مفعول قنبلة يدوية عثر عليها أمام سنترال سفينكس بشارع أحمد عرابي في المهندسين، واللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة صرح لسي بي سي إن القنبلة كانت موضوعة على بعد متر واحد من مدرعة للجيش وكان الجناة يستهدفون تفجيرها. هذا وتقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة تحسبا لوجود أي عبوات ناسفة أو أي قنابل أخرى، وهنعرف تفاصيل أكتر عن كيفية التعامل وقدرة الأمن على التصدي أو اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع أي عمليات مشابهة قد تتكرر أو تكون هناك محاولات لاتباع هذا النهج في الأيام اللي جاية في شوارع مختلفة أو مناطق مختلفة من العاصمة. معانا هاتفيا الخبير الأمني الدكتور إيهاب يوسف. دكتور إيهاب صباح الخير.
صباحيا تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. وتحياتنا لحضرتك يا دكتور ايهاب. دكتور ايهاب، تعليق حضرتك على ان دلوقتي اصبح كل يوم تقريبا اجهزه الامن بتقدر تتصدى بفضل الله سبحانه وتعالى لعمليه من العمليات الارهابيه المحتمله، وبدا نهج استخدام القنابل او العبوات الناسفه اللي بيتم ضبطها او انفجارها لا قدر الله في احيان اخرى يبقى اكثر انتشارا في الفتره دي. راي حضرتك ايه؟ وهل ده نهج واضح ان هو طريقه جديده بيحاول الفصيل اللي يلجأ للإرهاب أنه يتوسع في استخدامها؟ وهل عندنا القدرات الفنية والقدرات الخاصة بالتعامل مع مثل هذه العمليات على أننا نضبط هذا الأمر ونمنع حدوثه؟ بشكر حضرتك جدا على سؤالك، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى لحد دلوقتي ما زالت الأمور في طي السيطرة، وما زالت وزارة الداخلية قادرة على أنها تبطل كثير من مفعول القنابل اللي بيتم ضبطها. ولكن هل ده هيستمر لحد النهاية ولا لا؟ ده الخوف اللي ممكن يكون بيساور جميع المواطنين. والفكره النهارده من الناحيه الفنيه الاجهزه عندها استطاعه على فصل اي قنبله بمشيئه الله وابطال مفعولها، بس ده بعد ما توصل لهم المعلومه عن وجود القنبله. المشكله او العقبه اللي هتبقى موجوده قدامنا كلنا في المرحله اللي جايه هي مدى قدره الابلاغ وسرعه الابلاغ عن اماكن تواجد قنابل، لو هنستمر في هذا النهج. فكره ان احنا هنستمر فيه ولا لا وتكاثر في المرحله اللي جايه، فاعتقد انها مرشحه انها تزيد، خصوصا مع عدم وجود قدره للفصيل الاخوان ومن يناصروهم على عمل سياسي في المرحله الحاليه والتنصل من جماعه الاخوان المسلمين. ما زالت الفكره غير واضحه، وما زالوا بيحاولوا يوجدوا نفسهم مساحه بضغط باستمرار مسمى الاخوان المسلمين، وهو مسمى خلاص تم ابطاله اكثر من مره، اكثر من حكم قضائي من 54. اللي احنا محتاجينه في المرحله اللي جايه، هخرج بره الدائره دي في لحظه وارجع تاني، اللي احنا محتاجينه في المرحله اللي جايه ان احنا ننفذ القانون بقوه على الجميع. محتاجين من اول السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء الى اصغر عسكري في الشارع ننفذ القانون. وده بياخدنا لفكره لقاءات مع الاخوان بلا عنف وشباب الاخوان المنفصل و كل ده كل الفصائل. حضرتك بتؤكد ادوار مهمه لكل الفصائل الرافضه للعنف. نعم بالظبط. نعم بشكرك. احنا محتاجين ان احنا نفصل مجموعه الاخوان، ما يبقاش في تعامل مع مجموعه الاخوان، لازم الناس تتنصل من فكره ان في حاجه اسمها اخوان ونبتدي. بشكرك جدا للمتابعه. شكرا جزيلا للخبير الامني الدكتور ايهاب يوسف، وفي متابعه لخبر اخر ايضا متعلق بعمليات العنف والارهاب ومحاوله استهداف جنودنا من رجال الشرطه او الجيش في اماكن خدمتهم المختلفه في مختلف المدن والمحافظات المصريه، اصابه ثلاثه مجندين في هجوم مسلح لملثمين على منفذ الجميل في تفاصيل اكتر هنعرفها عما نتج عن هذا الحادث الارهابي من سيادة اللواء سيد جاد الحق مدير امن بورسعيد. سيادة اللواء صباح الخير. سيادة اللواء سيد جاد الحق صباح الخير. ربما نكون فقدنا الاتصال وربما نعود للتواصل مرة اخرى مع مدير امن بورسعيد. وتفاصيل الخبر بتقول ان بعد هجوم لملثمين بأسلحة آلية يستقلون دراجات بخارية استهدفت بالفعل هذه العملية قوات الخدمات الليلية فجر اليوم بمنفذ الجميل في طبعا هو منفذ جمركي غرب بورسعيد، وطبعا هجمهم بوابل من الرصاص ما ادى الى اصابة ثلاثة مجندين قبل ان يفروا هاربين. هننتقل إلى متابعة احتفالية وزارة الرياضة بأعياد طبعا ذكرى النصر المجيد طبعا 6 أكتوبر 73. هننتقل مع حضراتكم أو شايفين على الشاشة وزير الرياضة طبعا لاعب الكرة الشهير والرياضي البارز الكابتن طاهر أبو زيد، وهو يتحدث الآن من خلال هذه الاحتفالية في استاد القاهرة. اتخذت القوات المسلحه هذا الموقف التاريخي اللي عدينا
وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد يتحدث للحضور في استاد القاهرة وكلمة تعبر عن موقف يفترض أن يكون موجودا بين الرياضيين في مصر في الفترة الجاية، اهتمام الرياضيين إزاي يكونوا جزء أصيل يؤثر إيجابا على المجتمع المصري، إزاي يساعدوا بشكل أو بآخر تدريجيا. مش هنقول إن احنا في المدينة الفاضلة أو في طبعا أي أمور بعيدة عن الواقع اللي فيه في كل دول العالم نوع من التعصب أحيانا في الرياضة وفي التشجيع وفي عنف بيحدث في بعض الملاعب، لكن احنا بنحاول نغير ده للأفضل، إزاي الرياضي يكون أداء قدوة في سلوكياته في أدائه في تعامله مع الإعلام، إزاي الإعلام الرياضي يكون موضوعي أكثر ويحاول يذهب إلى القضايا اللي تخلي الناس تحب الرياضة أكثر وتفهم المعنى والرسالة اللي ممكن تصل للناس من خلال الرياضة وقيمتها في أي مجتمع في العالم، وإزاي بتزيل الضغط العصبي عن الإنسان وبتخفف من أعباء حياته مش تكون عبء أكثر. النهاردة مصر مليانة مشكلات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها، محتاجين أن بعض الأمور المختلفة زي الرياضة والفن وأشكال الإبداع المختلفة في المجتمع المصري تكون وسائل للتخفيف من الأعباء الملقاة على المواطن، مش تزود التعصب والتوتر والعنف اللي موجود بالفعل في مجتمعنا حاليا. كلمة لوزير رياضة طاهر أبو زيد، ومنها نعود ونتمنى طبعا أن يقتدي بكل النماذج المشرفة من الرياضيين في العالم، كل نجم من نجوم الرياضة المصرية قد إيه شباب كتير في مرحلة طبعا المراهقة تحديدا بيتأثروا بنجوم الرياضة وبيشوفوا سلوكياتهم وطريقة تعاملهم مع الإعلام أو مع الجماهير، حتى طريقة أدائهم في الملعب فيها عنف وعصبية ولا فيها ابتسامة دايما موجودة وضبط للنفس وثبات انفعالي بيخليهم يسيطروا ويتحكموا في انفعالاتهم وفي أعصابهم. هنرجع للأخبار الموجودة معنا وللأسف طبعا معظمها بيتركز على الحالة الموجودة في مصر ومحاولة الأمن للخروج من الأزمة الموجودة حاليا بوجود هذا النهج الإرهابي أو اللجوء للعنف والعمليات اللي بتلجأ للسلاح طبعا في وجه الدولة أو سيادة القانون أو الشرطة أو الجيش. هنرجع للخبر السابق تفاصيل أكتر عنه هنتابعها بعد قليل، تفاصيل بتقول أن أصفر الهجوم اللي تحدثنا عنه لحضراتكم منذ قليل في منفذ الجميل الجمركي غرب بورسعيد أصفر عن إصابة المجندين عادل سعيد مصطفى محمود مبروك شعبان ماهر نادي، وتم نقلهم إلى مستشفى بورسعيد العسكري وتبين من التشخيص المبدئي أن الإصابة كانت من مسافة قريبة وأحدثت فتحة دخول وخروج طبعا للرصاص. هذا وقد قامت دوريات مشتركة من الجيش والشرطة بتمشيط محيط حي الزهور وعزبة أبو عوف العشوائية طبعا المنطقتين من المناطق القريبة من المنفذ للبحث عن الجناة واحتمالات وجودهم في محيط المكان اللي نفذت فيه هذه العملية الإرهابية. الأمر لم يختلف كثيرا، برضو نفس النهج العنيف والإرهابي موجود في بعض المدن والمحافظات الأخرى. هنتكلم دلوقتي عن السويس، قتيل وأربعة مصابين في اشتباكات بين أنصار الإخوان والأهالي في شارع الجيش بالسويس. طبعا بقت مشكلة بتتكرر كل يوم في مصر حاليا ان تطلع مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول هنا او هناك سواء من طلبة الجامعة او من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، وتبدأ الهتافات اللي بتخرج من هذه المسيرة بتكون في غالبيتها مستفزة جدا لباقي الناس المتابعين للموقف لانها معادية هذه الهتافات للجيش او الشرطة او الدولة او المجتمع المصري حاليا وكل السلطات الرسمية اللي بتقوم بإدارة شؤون البلاد، مما ينتج عنه طبعا استفزاز الجماهير الموجودة وبتبدأ هي كمان تدخل في نوع من الاشتباك بالكلام أو هتافات وتتطور إلى أحداث عنيفة أو اشتباك بتنتج عنه إصابات. هنعرف تفاصيل أكتر، ربما يكون معنا أيضا مداخلة هاتفية أخرى، الزميل محمد مقلد الصحفي بجريدة الوطن في محافظة السويس. زميل محمد مقلد صباح الخير. يا ريت أستاذ محمد تقول لنا آخر التطورات في محافظة السويس والحالة الآن على مستوى الوضع الأمني هناك، هل هي مستقرة؟ هل ساد الهدوء في المنطقة؟ وما ترتب على الاشتباكات التي حدثت الليلة الماضية؟ وبالفعل اللي حصل امبارح في محافظة السويس المتوقع من 3 أيام
لان جماعه الاخوان المسلمين هم مرسلين للرئيس السابق محمد المعزوز محمد مرسي، خرجوا في مسيرات لمده 3 ايام. المسيرات دي ساعدت اشتباكات، تطورت اشتباكات من يوم للاخر حتى تم زادت اشتباكات حدتها بطريقه رهيبه جدا امبارح بتبادل اطلاق النار، حتى اصيب طالب يدعى عبد الله عطيه يبلغ عمره 16 سنه، عن طالب في ثانيه ثانوي، بطلق رصاص حي في العين اليسرى فسقط سريعا في الحائط. تمام. بدات الاشتباكات، خرجت على جماعه الاخوان المسلمين بمسيره من مسجد الجمعيه الشرعيه بالاربعين وفي طريقها لشارع الجيش، واثناء ذلك بدات المسيره تهتف ضد الجيش وضد الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وتناسى اعضاء الاخوان المسلمين ان السويس بطبيعتها تعتز جدا جدا بجيشها. فطبعا خرج اصحاب المحلات رافعين صور للفريق اول عبد الفتاح السيسي ويهتفون للجيش ويهتفون لمناصرات الجيش. هذا الامر لم يعجب اعضاء الاخوان المسلمين فبداوا رشق اصحاب المحلات بالطوب والحجاره، وفجاه خرجت اطلق اعيره ناريه من بين صفوف المسيره في الهواء تحاول ارهاب اصحاب المحلات التجاريه، فبدات الاشتباكات التي طب عفوا للمقاطعه، يعني استاذ محمد وضح لنا اكتر، الشاب اللي توفاه الله عبد الله محمد عطيه 17 عام، هل كان بين الاهالي ولم وهو لم يكن ضمن المسيره المؤيده للرئيس المعزول؟ هو الشاب ده جماعه الاخوان المسلمين بتدعي انه تابع الجماعه، تابع للجماعه تمام، وانه مناصر الرئيس المعزول وكان موجود فين في المسيره، لكن بالبحث وجدنا ان الشاب ده عضو في التراس ديفل بجماهير السويس الخاصه بجماهير السويس. تمام. معاك يا استاذ محمد، سامعك، اتفضل. تمام. طيب يعني حضرتك بتقول ان هو من التراس ديفلز في السويس ومن اهالي المحافظه. طيب احنا طبعا بنسال، ده هو كل الدم المصري غالي اكيد، لكن المغزى من هذا السؤال هو ان احنا بنحاول بس نعرف في من اي اتجاه خرجت الاعيره الناريه وفي اي اتجاه واصابت واحد كان واقف بين هذا الجمع او ذاك، لكن هذا لا طبعا يعني اننا في حاله ما كان المصاب او القتيل من هذه المجموعه او من تلك يبقى الامر مختلف. احنا في النهايه ضد العنف وضد طبعا اراقه الدم المصري ايا كان هذا المواطن المصري وكل من يتوفاه الله سبحانه وتعالى في احداث عنف او بنحسبه على الشهداء باذن الله، كل من يعني يلقى او يتلقى رصاص الغدر في اي تظاهره او اي احداث سياسيه ان كان مواطنا ملتزما بالسلميه وباحترام القانون، اكيد بنحزن جدا لخبر اصابته او وفاته ونتمنى من الله ان يتغمده برحمته الواسعه. نكمل متابعتك استاذ محمد للموقف هناك، وهل الامر تمت السيطره عليه من اجهزه الامن الان ولا لسه في بعض التطورات والاشتباكات؟ لا، هو في نقطه مهمه جدا لابد ان احنا نوضحها، مهمه جدا جدا. امبارح بعد ما سقط القتيل ده ربنا يتوفاه برحمته، جماعه الاخوان المسلمين نشرت على الصفحه الرسميه لحزب التحرير والعداله وجميع المواقع الخاصه بالجماعه ان قوات الجيش المتمركزه داخل الكنيسه بجوار شركه الكهرباء هي التي اطلقت عليه النار، القناصه ضربته بالنار فاصيب في عينه. هذا الامر كاذب تماما، لان جميع الشهود العيان اكدوا ان هو اطلق عليه النار بالقرب من قسم شرطه الاربعين القديم، اي مسافه 200 متر او 300 متر عن اللي هم بيرددوه، وده الهدف منه ان 6 اكتوبر وتظاهرات 6 اكتوبر قربت وهم بيسيروا وحاولوا يحرضوا المواطنين على قوات الجيش. دي نقطة. النقطة الثانية الأهم إن 4 عربيات أمن مركزي استطاعت امبارح في حدود الساعة 11:30 إنها تسيطر على الموقف تماما وفصلت بين الجانبين، ومع حظر التجوال الساعة 12 بالظبط اختفى الجانبين سواء جماعة الإخوان أو اللي هم المؤيدين المعارضين للرئيس معزول مرسي، وسيطرت القوات بشكل كامل على الوضع. والنهاردة الصبح ذهبت جماعة الإخوان المسلمين أنصار منهم لمشرحة السويس، مسرحة مستشفى الست عامل سليمان الجثمان للمطادرة هنقول دي أو بقى، لكن طبعا المستشفى أرسلت الجثمان إلى الطب الشرعي بالإسماعيلية فاضطروا للانصراف استعدادا لعودته مرة أخرى للمشرح. بشكرك للمتابعة الزميل محمد مقلد الصحفي بجريدة الوطن ومراسل جريدة الوطن في السويس، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة.
ومرة تانية طبعا بنؤكد ان الاحداث مؤسفة جدا، وان اصابة شاب يعني في عمر محمد عبد الله محمد عطية رحمه الله 17 سنة او اي مواطن مصري كان موجود بيعبر عن رأيه في تظاهرة مؤيدة للاجراءات اللي بتتبعها الدولة، مؤيدة لوزير الدفاع وللجيش والشرطة، رافضة لممارسات تيار الاسلام السياسي او لجماعة الاخوان، او حتى من المؤيدين للرئيس المعزول، ولكن من يكون ملتزما منهم بالسلمية ولا يحمل سلاحا وملتزم بسيادة القانون. لو كان بيعبر عن رأيه وأصيب فهذا يحزننا ونتمنى ألا يتكرر، لكن قضية أن في مدنيين في تجمعات أو مسيرات مؤيدة ربما للإخوان أو للرئيس السابق ويكون معهم سلاح فهذا مرفوض تماما، وأكيد من حق الدولة أن تتعامل مع هذا الأمر وفقا لكل القوانين المتعارف عليها في كل دول العالم بمنتهى الحسم والقوة. في فرق بين حرية الرأي وحرية الفكر السياسي والاعتقاد السياسي والأيديولوجية والانتماء السياسي إلى آخره، وحتى الفكر الديني أو الهوية الدينية للإنسان وفكره العقائدي والديني إلى آخره، وبين أنه يحمل سلاح أو يمنح نفسه الحق في أن يكون سلطة أخرى داخل الدولة يمكن أن تهدد أو تروع آمنين أو مدنيين أو حتى تستخدم ضد أي ممثل للدولة بيؤدي مهمته، زي أي مجند كان واقف وقتل وهو صائم في شهر رمضان الماضي وهو بيحرس مؤسسة في سيناء أو في أي منطقة أخرى. نتابع أيضا على صعيد الإجراءات والتواصل السياسي الموجود من بعض ممثلي بعض الهيئات العالمية. بتستمر اليوم جولة المباحثات واللقاءات اللي تم الاتفاق عليها بشكل مسبق قبل وصولها للقاهرة كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، بتواصل زيارتها لمصر وتلتقي اليوم رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأمامنا مجموعة من اللقاءات اللي تمت بالفعل بحضور كاثرين أشتون، وأمس في وزارة الخارجية التقت بالفعل مع ممثلي الخارجية المصرية ومع السفير نبيل فهمي وزير الخارجية ومع السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والتقت أيضا بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا توادروس الثاني وعدد من قيادات حزب النور وجماعة الإخوان طبعا، ومن ممثلي جماعة الإخوان اللي شملتهم اللقاءات الدكتور عمرو دراج والدكتور محمد علي بش والأستاذ أشرف ثابت عن حزب النور ممثل حزب النور وهو عضو المجلس الرئاسي لحزب النور وكان ممن شاركوا في هذا اللقاء مع أشتون بالأمس. هنعرف تفاصيل أكتر عما جرى في هذا اللقاء وعن فرص التواصل أو التوصل إلى بعض الحلول السياسية في هذه المرحلة من الأستاذ أشرف ثابت. أستاذ أشرف ثابت صباح الخير. نور يا فندم، اهلا بحضرتك استاذ المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ اشرف، انطباعاتك او اهم ما رايت انه تم تناوله من خلال الحوار مع كاثرين أشتون خلال الاجتماع اللي حضرتك شاركت فيه بالامس. هو طبعا بس انا عايز ابين ملاحظه ان الاجتماع حزب النور مع السيدة كاثرين أشتون كان لقاء منفرد. نعم. بحزب النور فقط، ما لم يكن هناك مشاركة من أحزاب أخرى أو من تيارات. كان منفصل عن لقاء بعض ممثلي جماعة الإخوان أو بعض الشخصيات. أيوة. الرسمية المصرية. بالزبط. كان لقاء مخصص لممثلي حزب النور فقط. بالضبط. نعم. هو اللقاء يعني الانطباعات السيدة كاثرين أشتون يعني لم تطرح مبادرة أو صيغة أو رؤية للحل، جاي تستمع وبتقدم يعني بتحس الأطراف المختلفة على الوصول لحل، وبتقول إن أوروبا مليئة بالخبرات والتجارب في أحداث مماثلة في بلدان كثيرة في أوروبا، ورغم الصعوبات اللي كانت موجودة والمشاكل الكبيرة اللي كانت موجودة في دول كثيرة في أوروبا إلا أنهم في النهاية استطاعوا إن هم يصلوا إلى حالة من التوافق، وبتقول إن دايماً مائدة المفاوضات والحوار هو الطريق الأمثل للخروج من الأزمة. يعني ده كان طب دي يعني الرؤية اللي هي بتطرحها على ممثلي حزب النور. مطالبكم يا أستاذ أشرف، أهم المطالب اللي عبرتوا عنها كممثلين لحزب النور وربما لبعض الفصائل المتوافقة معكم فكريا أو سياسيا ربما يكون مرضي لها ما عرضتوه من مطالب، عايزين نعرف أهم المطالب اللي وجهتوها لكاثرين أشتون. والله إحنا كان في حاجة مركزين عليها جدا اللي هو إن الارتباط بين الوضع السياسي والاقتصادي، والسيدة كاثرين أشتون في شهر 11/2012 كانت موجودة في زيارة في وفد كبير من ممثلي الاتحاد الأوروبي وأنا كنت حاضر اللقاء ده، وكان في نقطتين مهمين تم طرحهم في هذا اللقاء اللي كان في 2012. النقطة الأولى إن المساعدات اللي هي بقيمة 5 مليار يورو
والنقطه الثانيه اللي هي المساعده في استعاده الاموال المهربه، انا قلت لها ان يعني احنا كاحزاب سياسيه وكشعب مصري لم نشعر اطلاقا بوجود لهذه المساعدات او بهذه المعاونه، ومر عليها دلوقتي ما يقرب داخلين على سنه ولم يحدث جديد في هذا الشأن، فأحب ان انا اعرف ايه السبب في ايقاف هذه المساعدات. قالت ان الاتحاد الاوروبي لم يتخذ اي قرار بوقف المساعدات لمصر، بل ال 5 مليار يورو دول هم عباره عن استثمارات خلال سنتين مرتبطين بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبالنسبه لاستعاده الاموال المهربه ذكرتها ان الوزير البريطاني كان ذكر ان هو هيقدم معاونه كبيره جدا في استعاده الاموال المهربه من الناحيه القانونيه او الناحيه المعلوماتيه، فقالت ان هم يعني فعلا الكلام ده حصل، وان خلال الاسبوع الماضي يعني قدموا بعض المساهمات في هذا الامر في استعاده الاموال المهربه للحكومه المصريه، ووعدت ان سفير الاتحاد الاوروبي هيطلع الحزب تفصيليا على ما تم في هذه المساعدات اللي هي عباره عن استثمارات خلال سنتين وايه اللي بيتم فيها، وكذلك ما تم في شأن استعادة الأموال المهربة. اخيرا استاذ اشرف ثابت، يعني بمنتهى الموضوعية والصراحة، حضرتك وكل من يتم معه تناول هذه الامور داخل اروقة وكواليس حزب النور، هل شايفين ان الامور بتسير بشكل مرضي بالنسبة لكم ام لا؟ هل انتم على ثقة بانكم ان شاء الله هتكونوا جزء من الحوارات والعملية السياسية في الفترة الجاية، ام ان الامور تسير بشكل لا يتوافق مع ما تريدون ان تحققوه من خلال جولات المباحثات اللي بتحصل سواء مع بعض ممثلي القوى الغربية زي كاثرين اشتون او مع الشخصيات الرسمية المصرية التي تدير الامور حاليا؟ طبعا حزب النور مشارك بصفة أساسية في العملية السياسية، احنا متفقين مع خريطة الطريق في الأمور كليا يعني، ولكن لا مانع ان احنا يكون في اختلاف في بعض التفصيلات او بعض الجزئيات، وده امر وارد جدا يعني ما فيهوش اي مشكلة ولا يعرقل عملية المشاركة على او مشاركتكم في العملية السياسية الجارية الان لا يعطل هذه المشاركة. لا بشكرك جدا للمشاركة معنا الأستاذ أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور وأحد المشاركين بالأمس في لقاء طبعا الهيئة التي مثلت حزب النور مع كاثرين أشتون. وننتقل إلى مداخلة هاتفية أخرى مع ورؤية أخرى للأحداث ولجولات الحوار مع كاثرين أشتون وماذا يمكن أن ينتج عنها في هذه المرحلة أو هذه الجولة الثالثة لها في مصر منذ قيام ثورة يونيو. دكتور سعيد اللاويندي المحلل السياسي البارز وخبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور سعيد. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بحضرتك، نور كل مكان والله. ربنا يخليك بنورك يا دكتور سعيد. دكتور سعيد، موقف حضرتك او من خلال متابعتك حتى الان، ما هي الاحتمالات التي يمكن ان نصل اليها؟ هل ربما تقدم اشتون بعض الحلول التي تلقى قبول من الاداره المصريه؟ لان كان في موقف واضح جدا ان اهلا بالتواصل والمشاركه معنا في مصر من اجل تحسين الاحوال السياسيه، اما التدخل او فرض اي اراده اجنبيه او غربيه فهو مرفوض تماما من الاداره المصريه. راي حضرتك ايه في هذه الجوله واللقاءات اللي تمت بالفعل حتى الان؟ انا اعتقد لابد مره ان قطع الحروف، المتحدث الرسمي باسم الخارجيه المصريه اكد ان اشتون عندما جاءت لم تاتي لا ببنود مصالحه ولا بمبادره على الاطلاق، وانا اعتقد في هذا المعنى ان كاثرين اشتون جاءت باعاده من الولايات المتحده الامريكيه، هي زياره غير مرحب بها على بالمره، هي جاءت فقط يا استاذ محمد لاستحضار الإخوان أو نظام الإخوان والتابعين لهم ونظام حتى كل من له مرجعية دينية للمشهد السياسي المصري. إذا فرضنا العكس تماما أن كاثرين أشتون لم تأتي ولم تتقي بهؤلاء ولا هؤلاء، إذا نحن المشهد السياسي سيكون خاليا تماما من كل الأحزاب التي لها مرجعية دينية. لكن أسف شديد، عفوا للمقاطعة دكتور سعيد، حضرتك تقصد هذه الزيارة غير مرحب بها من وجهة نظر حضرتك من النخبة المصرية أو من ممثلي القوى السياسية والحزبية المصرية أم من المستوى الرسمي من صانعي القرار في مصر؟ لا، مستوى الرسمي يعني هي التي دعت لمجيئها إلى مصر، لم تقدم الحكومة المصرية بشكل أو بآخر دعم، ولا هي التي
تطوعت بناء على رغبتها إلى المجيء إلى مصر، فجاءت إلى مصر ثلاث مرات منذ 30 يونيو حتى الآن، يعني في ثلاثة أشهر جاءت ثلاث مرات. أعتقد أن كاترين أشتون جاءت بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية. أرجو أن تعتقد يا أستاذ محمد أن السفارة الأمريكية خالية تماما من أن ماترسون والفضائح التي تعمدت أن تقوم بها بشكل أو بآخر بين القوى السياسية في مصر. أعتقد أن ما تقوم به كمندوبة سامية أمريكية ولا أقول أوروبية هي أن كاترين أشتون استمعت الولايات المتحدة الأمريكية وجاءت. هي جاءت خصيصا لاستحضار الرموز السياسية الدينية إلى المشهد السياسي. يعني التقى صحيح. طيب يعني حضرتك شايف أنها البديل أو الوسيط الذي يمكن أن يتم التوافق عليه من المسؤولين في مصر لقبول مشاركته أو إبدائه لوجهات نظر غربية. حضرتك شايف أنها مش جاية تمثل فقط أجندة الاتحاد الأوروبي، وإنما جاية تحمل بشكل غير مباشر رسالة أو تحاول أن تكون ممثلا أيضا للجانب الأمريكي. تمثل الجانب الأمريكي، هي زيارة أمريكية ولكن في ثياب أوروبية، هذا ما نقوله. لكن بشكل عام يعني هي التي دعت إلى هذه الزيارة بناء على رغبتها. ثم الشيء الأهم من ذلك، صحيح التقت بالسيد عمرو موسى، التقت رموز من القوى السياسية، لكن هذا من قبيل زر رمات في العيون. هي جاءت خصيصا لكي تلتقي بالوفود الدينية بشكل أو بآخر. ولديها اليوم سلسلة لقاءات، ستلتقي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري. إيش إطلاقا، يعني عندما تتحدث بشكل أو آخر عن تفاصيل هذه اللقاءات تجدها لا تساوي أي شيء، فقط هي جاءت لمهمة محددة، صحيح من قبيل زر مثل عيون، التقت بهذا وذاك، التقت بالسيد عمرو موسى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية. كل هذه الأمور لا قيمة لها إطلاقا. من ذكاء الدكتور الوزير الخارجية نبيل فهمي أنه ناقش مع أمور ثنائية بين الاتحاد الأوروبي من ناحية وبين مصر من ناحية أخرى، يعني كان هذه الأمور كان يمكن أن تتم من خلال التليفون، من التليفون الدبلوماسي أو من خلال سفير الاتحاد الأوروبي هنا، يعني لم تكن في حاجة لأن تطلب بنفسها لكي تجي. هي جاءت لكي تقوم بهذه المهمة، هي مندوب سامي أمريكي في المنطقة. طيب. بشكر حضرتك، طبعا وضحت وجهة النظر هذه من الأستاذ الدكتور سعيد اللويندي المحلل السياسي البارز، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وإلى رؤية وتحليل سياسي أيضا برؤية أخرى لهذه الزيارة وللقاءات المرتقبة اليوم لكاثرين أشتون مع المسؤولين المصريين، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المصري ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وما الذي يتوقع أن تتم مناقشته والذي يمكن أن تقدمه هذه الجولة من اللقاءات لأشتون مع المسؤولين المصريين. معنا هاتفيا الأستاذ الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. صباح الخير يا دكتور سمير. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور سمير. كيف تنظر للجولة الثالثة من جولات أشتون في مصر، وما الذي يبرر وجود أشتون للمرة الثالثة في فترة وجيزة ومنذ قيام ثورة 30 يونيو، وما هي الاحتمالات التي تراها والتي يمكن أن تترتب على هذه اللقاءات؟ يعني اسمح لي أولا أن أربط هذه الزيارة بعدد من المحددات التي أذكرها على النحو التالي. أولا، مصر ليست لديها أي مصلحة على الإطلاق في مناصبة العداء لأي أطراف خارجية وخاصة لدول الاتحاد الأوروبي، رغم أننا ندرك أن هذه الزيارة لها أبعاد مختلفة عن أي زيارات أخرى كان من يعني من الطبيعي أن تقوم بها ممثلة للعلاقات الخارجية في هذا الاتحاد الأوروبي. نحن موجودين على ضفة المتوسط والدول الأوروبية تواجهنا على الضفة الأخرى، وليس من مصلحة مصر أبدا الدخول في عداء مع هذه المجموعة الهامة بالنسبة لمصر. مسألة ثانية هو ما ذكره ضيفك السابق أو محدثك السابق دكتور سعيد اللويندي، هو أن الاتحاد الأوروبي يعمل كأحد أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ليس بالضرورة أن يكون عميلا لكنه أحد أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة في ظل إدارة الرئيس الحالي. الرئيس الحالي ينسحب من المشهد ويوكل بعض المهام للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول لتقوم بها. المسألة الثالثة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاجتماعين الخطيرين اللذان نظمهما جماعة الإخوان المسلمين التنظيم الدولي في الخارج. وزيارة السيدة أشتون تحديدا جاءت بعد لقاء جرى يوم 25/9 الماضي، 25/9/2013 قام به وفد
من الاجتماع الذي التأم فيه تركيا، نعرف جميعا أن هناك اجتماعين، واحد انتظم في تركيا والآخر في لاهور. اجتماع تركيا انبثقت عنه لجنة ثلاثية، أحد أعضاء أو العلاقات الخارجية، مسؤول العلاقات الخارجية في تنظيم الإخوان المسلمين دويدار، مع مسؤول العلاقات الخارجية في الإخوان المسلمين في لبنان ومسؤول العلاقات الخارجية في تركيا، التقوا في بروكسل مع الأمين العام لمفوضية العلاقات الخارجية في الأوروبي بيير فيمون، الذي يعمل مباشرة مع السيدة أشتون، وبالتالي فهي أيضا تلقت من هذا الرجل ما تقدمت به هذه الجماعة، والضغط كما نعرف جميعا فإن هناك ضغطا دوليا. يعني بشكل آخر نقدر نقول من وجهة نظر حضرتك أو قراءتك للمشهد أنها بتحمل رسائل لبعض المطالب التي قد تكون أوصت بها اجتماعات التنظيم الدولي للإخوان. بالتأكيد، لكنها أجلت زيارتها لمصر يوما، لأنه أيضا صعدت لها تقارير، إلى جانب هي كانت يعني عازمة على أن تأتي لمصر بمبادرة هي التي تقودها، استكمالا لمساعيها الأولى التي بدأتها منذ اليوم الأول وزيارتها المعروفة للرئيس المخلوع مرسي. نعم. لكنها أجلت زيارتها اليوم في عقب تقارير وصلت لها من القاهرة تقول أن مصر هناك موقف موحد ومحدد من جميع أطياف السياسية في مصر، سواء إذا كانت السلطات التنفيذية أو غير التنفيذية، وبالتالي أجلت زيارتها وأصدرت بيانا تقول فيها أنها تأتي لمصر في إطار جهودها لاحتواء الأزمة السياسية والعمل مع جميع الأطراف السياسية. سبقت زيارتها إصدار الخارجية المصرية لبيان واضح تماما يقطع الطريق على أن تتدخل في الشأن المصري. قال الخارجية المصرية أن مصر لن تقبل أي تدخل أجنبي في شؤونها، وأنه يستحيل الآن لأي طرف أن يطلب زيارة الرئيس المخلوع، وبالتالي هي أجرت تعديلا في زيارتها، بدلا أن تأتي في إطار فج يعني يصدم القوى السياسية في مصر بأنها تحمل مبادرة، جاءت لي تقول أنها تحاول الاحتواء الأزمة السياسية. نعم. العمل مع جميع الأطراف السياسية. أنا أعتقد أنه في إطار محددين سياسيين، أولا أننا لا نسعى إلى أي استعداء من القوى الأجنبية وخاصة من الدول الأوروبية. نعم. والأمر الثاني، والأمر الثاني هو أن نحافظ على سيادة هذه البلد وألا نسمح بأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية المصرية. طيب شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة وهذه الرؤية التحليلية للأهداف التي تقف وراء زيارة كاثرين أشتون في جولتها الثالثة من اللقاءات السياسية في القاهرة منذ قيام ثورة 30 يونيو. نشكر الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. هنتوقف مع فاصل، هنقف مع اللقطات اللي جاية وهنتكلم عن مشهد حدث خلال زيارة أشتون لمنطقة من المناطق، إن قوبلت وفقا للخبر الموجود أمامنا في منطقة خان الخليلي، وقت وصولها للمنطقة قوبلت بهتافات غير عادية وكبيرة جدا من جانب المواطنين والباعة ورواد المنطقة المتواجدين هناك في نفس وقت زيارة أشتون، كما يظهر الفيديو. اللقطات اللي قدامنا على الشاشة بتظهر التفاصيل اللي نتكلم عنها دلوقتي. فوجئت بوجود عاصفة من الهتافات في المنطقة المؤيدة لوزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وشعارات رافضة للرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، في رسالة يعتقد أنها أيضا رسالة عفوية خرجت بشكل تلقائي تعكس شعور المواطنين الموجودين في التوقيت ده وفي المكان ده، اللي حاولوا يوصلوا رسالة للعالم ممثل فيه أو لأوروبا وأمريكا على أقل تقدير ممثلين في وجود كاثرين أشتون في القاهرة. رسالة تدل على أو تؤكد موقف الشارع المصري من التطورات الجارية في البلاد، وأن النسيج القطاع الأكبر من نسيج الشعب المصري ومن المواطنين المصريين متوافق على خارطة المستقبل وعلى الإجراءات اللي بتتبعها الدولة في هذه المرحلة، وإن هذا الأمر يعني الزيارة دي وفقا كمان للمعلومات اللي عندنا إن هذه الزيارة لم تكن مدرجة على برنامج أو أجندة تحركات وزيارات، وكانت لم يكن معد لها بشكل مسبق، تم تحرك الموكب المصاحب لها أو موكب التأمين الخاص بها والمرافقين لكاثرين أشتون في هذه الزيارة، وتحركوا باتجاه خان الخليلي ربما لأي سبب من الأسباب، ربما أرادت تفقد المكان، النزول لمنطقة من مناطق الشارع المصري بغرض مجرد زيارة المنطقة أو قراءة كسياسية أوروبية أو أجنبية نبض الشارع المصري ومعرفة شكل الأحداث في الشارع وما يثار على مستوى العالم من الكثير من الأمور المغلوطة التي تعكس حقيقة
الموقف وحقيقة ان في توافق بين النسبة الاكبر والتي لا تقارن ابدا بالنسبة الاقل كثيرا من المصريين، وان هذه النسبة الاكبر من هذا الشعب هي التي دعمت هذا الامر وطلبت بهذه الثورة ورفضت ممارسات النظام السابق او نظام الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. رد الفعل طبعا كان مفاجئ، او الهتافات وشكل اللي اشبه باحتفالية شفناها على الشاشة من بعض الجماهير او المواطنين الموجودين هناك كان مفاجئا جدا لكاثرين اشتون. مشاهدينا هنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال فقراتنا المختلفة والمتتالية من خلال بث مباشر، تابعونا.